هو ده عشان ادخل ابني اولى ابتدائي اصل اخطر من 500 جنيه ماشي وانا جوزي ارزاي الناس زحمه جدا بيبيعوا الطوابع من تحت الترابيزه يعني كده ويقولوا لنا الطوابع خلصت الاطفال هتكون جوه من الحر بعد اذن حضرتك تعالى شوف بس الموقف قدام حضرتك هو مباشر والله يا سيدي وحضرتك طول ما تروح هناك يا باشا ايوه باشا يا عمر باشا العقيد يعني ويطلع معاهم بشرط المرافق مبتدأ.com